استغرب مصدر متابع عدم صدور أي موقف من مرشح شمالي للرئاسة من حديثة الكحالي بحجة أنه مسافر. جرت اتصالات سياسية رفيعة لتطويق ذيول حديثة الكحالي مع الإصرار على الذهاب بالمسار القضائي حتى النهاية. علم أن رؤساء كتل النيابية طلبوا من مستشاريهم إعداد دراسة لتقرير التدقيق الجنائي تمهيدا لإبداء الرأي المناسب في شأنه.